كابتن ساره كمان كده تقريبا يعني تجاه من نادي الجزيره. جيت من الجزيره. انتقلت للنادي الاهلي امتى بقى؟ 2015. تمام. جيت من الجزيره للاهلي وبدات بقى بس قبل الجزيره كنت في الزمالك، خلي بالك. ما قلتلوش، ما قلتلوش قبل الجواز انك كنت في الزمالك. خلاص يا كابتن هاني بينا وبين بعض. لا كان عارف، كان عارف مصر عارف. انتقلتي في 2015. في 2015. ومن 2015 الى الان انت دلوقتي موجوده في الفريق مع خمس سنين، 15 بطوله ما شاء الله. الحمد لله. مين اللي كان بيشجعك على اللعبه من بدايه؟ غير طبعا. احنا بصراحه العيله كلها بتلعب هاندبول، يعني عيله بابا كلها، ولاد عمي ولاد عمتي، من زمان قوي، واحنا كلنا كنا في النادي، فاحنا كلنا كنا بنلعب هاندبول. وبعدين بدانا بقى، يعني انا وغدا اللي بدانا فعلا نكمل بقى، اللي هو احنا بعد ما خلصنا كنا في الزمالك. انت وغدا اختك حارسه المرمى اللي اعتزلت ورجعت. اعتزلت. انا ارجع لغدا. كملي لي. فهي راحت الاهلي في موسم 2010. وانا انتقلت للجزيره. وقعدت فيها برضه في الجزيره، قعدت فيها حوالي 6 سنين، وبعدين جيت الاهلي، واحنا لسه مكملين احنا الاثنين. ما شاء الله. مين من العيله حقق برضو انجازات زي كده او يعني حقق؟ عائلتنا لا، يعني احنا اخر واحد مثلا ممكن يكون ابن عمتي، هو كان لسه بيلعب هاندبول، حسام، في النادي الاهلي. لا ما لعبش في النادي الاهلي، كان في الجزيره. وبعدين لما بدا احنا الاعمار بتبدا، يعني كل سنه بالفرقه الاولى مثلا، الفريق الاول بيبقى عنده لعيبه وعنده اكتفاء من اللعيبه موجود، فبيبقى ينشئ الناشئين. فهو مشي من ناشئين الزمالك، كان بيلعب في تقريبا في الزهور او نادي، بس بعدين بقى جات له اصابه فبطل بقى.